في 2018 35,000 مخالفة تحت شعار مجتمع سعيد وقيادة آمنة على الطريق. أطلقت الإدارة العامة لمرور دبي حملة مرورية للتوعية بمخاطر استخدام الهاتف النقال أثناء القيادة، حيث أكد العقيد سيف مهير المزروعي أن استخدام الهاتف أثناء القيادة والتحدث من خلاله واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي أو التصوير وغيرها يعد مخالفة مرورية قيمتها 200 درهم و40 نقاط مرورية، لافتا إلى أن تلك المخالفة أصبحت غير رادعة مع كم المخالفات التي يتم تسجيلها وهي في ازدياد عاما بعد آخر، حيث سجل في العام الماضي حوالي 50,000 مخالفة استخدام هاتف أثناء القيادة في إمارة دبي وحدها. أطلقنا اليوم حملة استخدام الهاتف النقال أثناء القيادة، وتعمدنا اليوم أن نطلقها في أول السنة لما هذه المخالفة من خطورة جدا ولها أسباب كثيرة في كثير من الحوادث اللي صار في المنطقة. وهذه الحملة طبعا برعاية سعادة القائد العام لشرطة دبي وخاصة سعادة القائد، هذه الحملة لما لها من خطورة أو أسباب كثير للحوادث. فطبعا احنا نتائج المخالفات المرورية في تزايد سنة عن سنة معناته ان المخالفة خطيرة جدا وتسبب كثير من الحوادث والهاء الناس عن انتباه للطرقات، وتزايدها عن سنة عن سنة وصلت في 2015 الى حوالي 50,000 مخالفة، معناته ان الوضع خطير جدا ولا بد ان احنا ننتبه لهذه المخالفة ونشدد العقوبة عليها كذلك. تأتي حملة التوعية بمخاطر استخدامات الهاتف أثناء القيادة نتيجة للخطورة البالغة التي قد يتسبب بها استخدام الهاتف، حيث أشارت الدراسات إلى أن استخدام الهاتف أثناء القيادة أخطر من القيادة تحت تأثير المسكرات. كما وستستمر الحملة حتى 18 من شهر فبراير، وسوف يتم خلالها تكثيف الحضور الميداني على الطرق وتكثيف المحاضرات في الدوائر والمؤسسات والمدارس والجامعات ووسائل التواصل الاجتماعي. كثير من الناس يعني إذا هو يستخدم التلفون استخدام التلفون ما في آخر.